الأنظمة العددية، الأنظمة العددية أقصد بها إيه؟ يعني الطرق المختلفة التي تستخدم لكتابة عدد. أما أجي أكتب عدد أكتبه إزاي؟ طبعا أنت متعود على طريقة من ابتدائي، يعني أنا مثلا قلت لك اكتب 15 هتكتبها إزاي؟ والله هتقول لي 15 سهلة أوي. قلت لك اكتب مثلا 150 هتكتبها كده أهو 150. قلت لك اكتب 10 هتكتب 10. فحضرتك ما شاء الله عندك القدرة إن أي عدد أقول لك عليه تقدر تكتبه، عشان أنت دارس نظام بيستخدم لكتابة الأعداد بقيمها المختلفة. عارف النظام اللي أنت دارسه من ابتدائي وحافظه ده اسمه إيه؟ اسمه النظام العشري، وبنسميه بقى هنا الديسيمال، ديسيمال سيستم، النظام نكتبها تحتها كده النظام العشر. طب ايه رأيك بقى ان في أنظمة أخرى لكتابة الأعداد غير النظام العشري؟ زي ايه كده؟ زي نظام اسمه الباينري، الباينري سيستم او النظام الثنائي، وفي نظام تالت اسمه الهكسا ديسيمال، ده النظام السادس عشر، السادس عشر. هذه أنظمة أخرى لكتابة الأعداد، بمعنى إن أنت ممكن تلاقي العدد اللي أنت متعود عليه، يعني مثلا يعني 8، مش أنت متعود لو هتكتب 8 تكتبها كده؟ إيه رأيك بقى إن 8 في هذا النظام بتتكتب بطريقة مختلفة؟ يعني عايز أقول لك إن ده كده، ده كده 8، تقول لي أنت بتهرج، ده 1000 يا عم. لا حضرتك، ده 8 لكن في هذا النظام اللي هو الثنائي. طب مثلا 15، 15 أنت متعود عليها بتتكتب كده؟ لا حضرتك 15 بتتكتب في النظام الثنائي كده. أنا عايز بقى أفهمك إزاي دي 15؟ أربع وحايد تقول لي 15، ده المفترض الرقم ده 1111. لا حضرتك ده 1111 لو كان مكتوب بالنظام العشري، لكن لو مكتوب بالنظام الثنائي لا، ده كده مش 1111، دي كده 15. طب ايه رأيك ان 15 في النظام ده بتتكتب كده؟ بص بتتكتب ازاي؟ اف. ايه ده اف دي؟ ده حرف اف يا عم. لا يا عم ده 15 بس مكتوبة بنظام اخر. طب العشرة، العشرة هنا بتتكتب كده، عارف هنا بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده 10، 10. ايه ده يا عم ده؟ دي 1010. لا دي 10. طب عارف هنا بتتكتب ازاي؟ بتتكتب كده حرف ايه؟ يعني حرف ايه ده 10؟ اه 10 بس مكتوبه بانذر سيستم، انذر ديزاين. انت عارف شبه ايه كده؟ وانا لو قلت لك مثلا دي كام؟ ممكن واحد يقول لي اه يا باشمهندس ده زيرو. ده زيرو حضرتك لو انت كنت كاتبه عبارة عن رقم بالانجلش هيبقى ده زيرو. واحد يقول لي لا دي خمسة، ما مش خمسة بتتكتب بالعربي كده؟ واحد يقول لي لا ده حرف او. اذا خد بالك الدايرة ديت هي نفس الدايرة ما اتغيرتش، ادت اكتر من معنى. لو قلت لك انا كاتبها كرقم بالانجلش تبقى زيرو، لو قلت لك انا كاتبها كرقم بالعربي تبقى خمسة، لو قلت لك انا كاتبها كليتر تبقى حرف او. اذا ممكن نفس الرمز يدل على اكثر من معنى حسب ايه؟ حسب اللغة اللي اتكتب بيها ومكتوب بانهي لغة. فنفس الكلام يعني انا لو قلت لك دلوقتي من اللي انا شرحته ده قلت لك دي كام؟ قلت لك دي كام؟ 1010 حضرتك 1010 ديت لو انت كاتبها بالنظام العشري تبقى 1100، اه سوري 1010. طب لو انا كاتبها بالنظام الباينري هتبقى 10. خدت بالك؟ اذا هذه الارقام اللي جنب بعضها ادت معنى في احد اللغات النظام العشري ومعنى اخر في النظام الايه، في النظام الباينري.
وصلت كده. إذن هناك طرق أخرى حضرتك بقى لسه للأسف مش متعود عليها لكتابة الأعداد، وإحنا هنحتاج هذه الطرق الأخرى. يعني أنا ساعات أحتاج أكتب 255، بس بأنهي نظام بقى؟ بالنظام الثنائي. عارف 255 لما ندرس النظام الثنائي هتكتشف إن هي تتكتب إزاي؟ 255 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 وحايد جنب بعض هم ال 255. بس هنا مكتوب باللغة أو بالنظام اللي أنت متعود عليه من ابتدائي، لكن هنا مكتوبة بالنظام الثنائي اللي أنت يعني ممكن يبقى غريب عليك شوية ومش متعود عليه. وصلت كده؟ طيب جميل، تعالى بقى ندرس نعمل مقارنة ما بين النظام العشري والنظام الثنائي عشان حضرتك تقدر لو أنا اديتك رقم تقول لي هو كام لو أنا كاتبه بالنظام الثنائي. يعني لو اديتك ده وقلت لك ده أنا كاتبه بالنظام الثنائي تقدر تقول لي هو كام؟ فهتقدر ان شاء الله لما اشرح لك النظام الثنائي تقول لي هو كام، او العكس. او لو قلت لك انا معايا خمسة وعايز اكتبها بس بالنظام ده، عامل كده لو انا قلت لك ايه اكتب لي هالو بس بالصيني، انا كده كاتبها لك بايه؟ بالانجلش. تقدر تكتبها لي بالصيني؟ طبعا انت ما تعرفش صيني فمش هتعرف تكتب، لكن لو درست صيني هتعرف تكتب. نفس الكلام انا بقول لك انا عايز خمسة دي هكتبها مش بالصيني بقى، بالباينري. فلو انت مش دارس الباينري مش هتعرف تكتبها بالباينري. او لو اديتك كلمه بالصيني تقدر تقول لي معناها ايه؟ اكيد لا طبعا انت مش دارس صيني، فلما تدرس الصيني بقى هتعرف اما يبقى في كلمه بالانجلش تحولها لصيني، او في كلمه بالصيني تعرف اصلها ايه بالانجلش، وهكذا. تمام. في النظام العشري، النظام العشري هو نظام مكون من خانات، وده ينطبق على اي نظام، اي نظام في الدنيا بيبقى عباره عن خانات، الخانة الأولانية، الخانة الثانية، الخانة الثالثة، الخانة الرابعة، الخانة الخامسة، وهكذا. والخانة الأولانية زي ما حضرتك درست في ابتدائي، ومعلش مضطر بقى أقول لك الحتة دي عشان أقارن لك ما بينه وما بين الثنائي، الخانة الأولانية خانة الآحاد، الخانة الثانية خانة العشرات، خانة الميات، خانة الألوفات، صح كده؟ خانة العشر تلاف. خد بالك أنت مش ملاحظ حاجة؟ مش ملاحظ إن أنا بضرب في عشرة؟ يعني الأولانية خانة الآحاد، كده كده في أي نظام هندرسه مع بعض هتلاقي الخانة الأولانية خانة الآحاد. طب الخانة التانية بتضرب في 10، عشان كده هو اسمه نظامين، نظام عشري لأنه بيشتغل بمضاعفات العشرة. الخانة اللي بعدها خانة الميات، اضرب 10 في 10 100، اضربها في 10 تديك 1000، في 10 تديك 10000، عشان كده هو اسمه نظام ايه؟ نظام عشري. أنت عارف المية ديت يتقال عليها ايه؟ 10 أس 2. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه 10 أس 2 وما عداش عليها قبل كده، 10 أس 2 معناها 10 اضربها في نفسها مرتين، 10 اضربها في نفسها مرتين، يبقى 10 في 10 يبقى كام؟ 100. طيب ال 1000 عبارة عن 10 أس 3، ال 10000 10 أس 4، طب وال 10؟ يا 10 هضربها في نفسها؟ لا ده هي 10 واحدة بس، تبقى 10 أس 1. طب وال 1؟ الواحد ده حضرتك بيقولوا عليه 10 أس 0. بص خدها قاعدة كده في عالم الرياضيات، أي رقم لو قلت لك 5 أس 0 أس 0، سواء 6 أس 0 7 أس 0 أي حاجة أس 0 تديني 1، أي حاجة أس 0 تديني 1. تمام، دي حاجة كده إيه ثابتة في عالم الرياضيات. طب أي رقم أس 1 يديك نفسه، يعني 5 أس 1 ب 5، 10 أس 1 ب 10، 7 أس 1 ب 7، وهكذا. يبقى أي رقم أس 1 يديك نفسه، أي رقم أس 0 يديك كام؟ 1. طب أي رقم أس 2 مثلا، لا يضرب بقى 5 في 5 يطلع 25، وهكذا بقى. يبقى كده إيه؟ إحنا عرفنا ليه النظام ده اسمه نظام عشري، ليه؟ لأن حضرتك هنا خانة الآحاد، العشرات، الميات. إيه رأيك بقى في النظام الثنائي؟ الثنائي أدي 1 2 3 4 5 6 7 ده. الخانة الأولانية هتبقى 2 أس 0، 2 أس 1، ما بدل 10 في النظام العشري هتبقى 2 في النظام الثنائي، يبقى 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3، 2 أس 4، 2 أس 5، 2 أس 6، 2 أس 7، صح كده ولا ايه؟ طب 2 اس 0 بكام؟ احنا قلنا بقى اي حاجه اس 0 بواحد، 2 اس 1 بكام؟ ب 2. طيب والثالثه 4، بنضرب بقى في 2 8،
16 32 64 128 تمام كده. يبقى بص خد بالك بقى، في النظام الثنائي اللي هو النظام الجديد اللي احنا مش متعودين عليه ده، الخانه الاولانيه خانه الاحاد، الثانيه ايه بقى؟ الثانيه خانه الاثنينات وليست خانه العشرات. انت متعود ان تاني خانه دايما بتبقى العشرات، لا حضرتك هنا خانه الاثنينات. طب الرابعه، الثالثه، الاربعات، الثمانيات، الستاشرات، ال 32، ال 64، ال 128. يبقى اذا قيم الخانات هنا اختلفت. حاجه كمان، في النظام العشري، النظام العشري انا عندي 0 و1 و2 و3 لحد كام؟ 9. انت عارف دول كام رمز؟ من 0 ل 9 10 رموز. عشان كده النظام العشري بيسموه عشري ليه؟ لسببين، لانه بيشتغل بمضاعفات العشرة، ولانه مكون من 10 رموز اللي هم ايه؟ الزيرو والواحد لحد التسعة. احسب خلي بالك عشان في ناس بتتلخبط في الحتة دي، من 1 ل 9 دول 9 رموز، والزيرو احسبهم معايا يبقى 10 رموز. عشان كده بيسموه نظام عشري. اذا انا ممكن في الخانة هنا احط ايه؟ احط 1، احط 2، احط 3، احط 4، معايا لحد كام؟ 9. وممكن ابدا بزيرو. طب عارف بقى النظام الثنائي حضرتك، النظام الثنائي يا زيرو يا واحد. يعني لما اجي احط حاجه في الخانات اللي هنا مش هينفع احط غير يا الزيرو يا الواحد. يعني اي رقم مكتوب بالنظام الثنائي حضرتك تاكد مليون في الميه ان انت مش هتلاقي فيه غير الرمزين دول، يا زيرو يا وان. تمام. و النظام ده على فكرة هو اللي الكمبيوتر بيتعامل بيه، هو اللي الكمبيوتر بيفهمه، لأن الكمبيوتر في الأول وفي الآخر هو عبارة عن آلة، يا ما عندوش غير يا أبيض يا إيه، يا أسود، يا زيرو يا إيه، يا ون. تمام كده؟ طيب جميل جدا. فمش هتلاقي بقى حضرتك في النظام الثنائي الاثنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة لحد التسعة اللي هي الرموز اللي أنت متعود عليها ديت كده، لا مش هتلاقيها، هو يا زيرو يا كام؟ يوم. طيب جميل، تعالى هكتب رقم هنا وانت تقول لي الرقم ده كام بناء على نظام العشري. بص وهكتبه هو هو، وهكتبه هو هو هنا نفس الرقم اهو 100 100. انت اول ما تشوف الرقم ده 100 على طول هتقول لي دي كام اهي، هتقول لي دي يا باشمهندس دي 100. ليه؟ انت متعود. ليه انت قلت لي دي 100؟ عشان حضرتك الخانه الثالثه، الخانه الثالثه اهي اللي انت حطيت فيها كام؟ حطيت فيها 1. دي خانه ايه؟ خانه الميات. طيب وخانه العشرات والاحاد حطيت فيها ايه؟ 0. اذا قيمه الرقم ده كام؟ 100. صح كده ولا ايه؟ يبقى دي خلاص دي مفهومه انت متعود عليها. طب بص هنا بقى، انا هنا حطيت 1 في خانه ايه؟ شايف الخانه الثالثه هنا خانه ايه؟ خانه الاربعات. طب وخانة الاتنينات حطيت فيها ايه؟ 0. خانة الوحايد حطيت فيها ايه؟ 0. انت عارف الكلام ده معناه ان الرقم ده كام؟ اللي هو 100 بالنظام ده. انت حاطط 1 في تالت خانة، الكلام ده معناه ان الرقم ده ها 4. بس يعني دي كده دي كده هي 4 بس ايه؟ كأنها مكتوبة بالصيني كده، هنا مكتوبة بالايه؟ بالباينري، النظام الثنائي. ازاي يا عم 4؟ عشان حضرتك هنا الخانه الثالثه اللي انت حاطط فيها 1 مش خانه الميات زي النظام القديم، امال دي خانه ايه؟ دي خانه الاربعات. طب تعالى بلاش نكتب رقم تاني، لو انا قلت لك الرقم ده كام اهو اهو، طبعا انت وانت مغمض عينيك هتقولي ده 1000. طب ما تيجي نكتب نفس الرقم ده هنا كده حضرتك، ده كده لا ده كده مش 1000 حضرتك. الخانة التالتة اللي انت حطيت فيها 1 ديت دي خانة ايه؟ خانة التمانيات. وهنا 0 0 0 يبقى دول مش معانا، اصفار يبقى الخانات دي مش معانا. زي هنا ايه؟ مش انا حاطط في خانة المية 0 يبقى مش معانا، وهنا 0 مش معانا، هنا 1 مش معانا. يبقى حضرتك الرقم ده كام؟ اللي هو انت شايفه 1000 ده مش 1000 حضرتك، امال ده ايه؟ ده 8 بس مكتوبه بانذر لانجويج اللي هي ايه؟ الباينري. طب تعالى بقى ايه حضرتك دلوقتي ان شاء الله يبقى عندك القدره ان اي رقم اكتبه لك، انا كتبت لك الرقم ده بقول لك ده مكتوب بالصيني، هو يعني مكتوب بقى هنا بالايه؟ بالباينري.
اقول لك قول لي قيمته كام الرقم ده. بسيطه، ما انت عارف ان الخانه الاولانيه، بص هنا الخانه الاولانيه خانه الاحاد، التانيه خانه الاتنينات، التالته خانه الاربعات، الرابعه خانه التمانيات. طب سؤال، انا حاطط في الاربع خانات ايه، واحد ولا زيرو؟ واحد. طالما حاطط وحايد يبقى الخانات دي معانا ولا مش معانا؟ معانا. اذا هذا الرقم هو عبارة عن 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1، اجمع كده 8 و4 12 و2 14 و1 15، يطلع الرقم ده هو ال 15. شفت ال 15 بتتكتب ازاي في النظام الجديد ده؟ اربع وحايد. طب تعالى نجيب رقم تاني، 1 1 0 1. طب انت عارف ان الخانة الاولانية خانة الاحاد، والتانية الاتنينات، والتالتة الاربعات، وديت التمانيات. طب بص بقى، انا في التمانيات حطيت واحد، يبقى التمانية معانا ولا مش معانا؟ معانا، يبقى التمانية معانا. زائد في الاربعات حطيت واحد، يبقى الاربعة معانا. لكن في خانة الاتنينات انا حطيت ايه؟ حطيت زيرو، يبقى الاتنين مش معانا. طيب في خانة الاحاد حطيت كام؟ واحد، يبقى الواحد معانا. تمانية واربعة اتناشر واحد، يبقى الرقم ده يطلع 13، بس مكتوب بقى another language. خلاص بقى، تعالى اي رقم عايز تكتبه، او لو انا كتبته لك تقدر تجيب لي قيمته. مثلا 111 11، ده اللي هو كام؟ بسيطه، 1 الاولانيه خانه الاحاد، 1 الثانيه خانه الاثنينات، الثالثه خانه الاربعات، يبقى 4. طب انا حاطط في الثلاث خانات وحايد، يبقى 4 و2 و1 يبقى كام؟ دي حضرتك السبعه، يعني السبعه اللي انت متعود عليها من ابتدائي بتتكتب كده، لا حضرتك في الباينري بتتكتب كده. انت كده لو عارف قيمة كل خانة، اقدر اقول لك ان انت اي رقم مكتوب في الباينري تعرف تجيب لي قيمته كام بالنظام القديم اللي انت متعود عليه. هنا بقى في شوية ارقام الله يكرمك، استأذنك تحفظها لان هنحتاجها كتير، فيعني لو انت حفظتها هتسهل على نفسك كتير. بص يا سيدي، 1 1 1 1 0 0 0 0، اللي هم ايه دول؟ اربع وحايد اربع اصفار. تقدر تقولي الرقم ده كام؟ طب ما تيجي نرصه فوق، هيبقى الموضوع سهل جدا اهو، 1 1 1 1 0 0 0. بص يا سيدي، ال 1 ده في خانه ايه؟ خانه ال 128، يبقى انا معايا 128. زائد ال 1 ده 64، ال 1 ده 32، ال 1 ده 16. طب هنا خانة التمانية أنا حاطط فيها زيرو، يبقى مش معانا. الأربعة زيرو مش معانا، والاتنين والواحد مش معانا لأنه قدامهم أصفار. طب ما تيجي نجمع بقى كده إيه؟ جمع 128 و64 و32 و16، عارف هيطلعوا كام؟ أنا عشان متعود عليه وحافظه 240. يعني عارف ال 240 اللي أنت متعود عليها بتتكتب بالمنظر ده من ابتدائي. بص بتتكتب إزاي في النظام الإيه؟ في النظام الثنائي، أربع وحايد أربع أصفار. عارف لو انت حفظت ديت هتعرف تستنتج منه another numbers، تمام كده؟ طيب يعني مثلا لو انا كتبت لك خمس وحايد ثلاث صفور، خمس وحايد ثلاث صفور، خد بالك انت عارف ان الاربع وحايد اللي على الشمال دول لما تجمعهم يدوك 240. يبقى انا مش محتاج اتعب نفسي واجمع الاربعه اللي على الشمال، احنا هنا زودنا عليهم الخانه ديت. طب سؤال، الخانه دي خانه ايه؟ اللي هي دي، خليناها بدل 0 1 خانه الثمانيه، صح كده ولا ايه؟ يبقى اذا كل الفرق ما بين الرقم اللي فوق والرقم اللي تحت ان الرقم اللي تحت زاد عليه 8، فده يبقى كام؟ 248. شفت هنا انا حفظي للرقم ده خلاني استنتج اوتوماتيك الرقم اللي ايه؟ اللي تحته بسهوله. طب لو انا قلت لك اربع وحايد وزود عليهم واحدين كمان، يعني ست وحايد وزيرو زيرو، انا عارف ان الاربعه اللي على الشمال دول لو جمعتهم يدوني 240. طب زود عليهم واحد واحد، طب واحد واحد ده اللي هو ايه؟ اللي هم الثمانيه والاربعه، يعني ال 12. طب انا لما ازود 12 على 240 يديني 252. شفت بقى استنتجت الرقم ده بسهوله ازاي؟ طب يا عم لو 1 2 3 4 5 6 7، انا كده ايه؟ سبع وحايد زيرو. طب سبع وحايد، جميل جدا، انا عارف ان الاربعه اللي على الشمال دول ب 240،
زودت عليهم ايه انا؟ واحد واحد واحد. يبقى 8 و4 و2، 8 و4 و2 يديك كام؟ ادي كده 12 و2 يبقى 14، زود 14 على 240 يطلع 254. طب لو حطيت بقى 1 2 3 4 5 6 7 8، ايه الفرق ما بين الرقم ده واللي قبله؟ اللي قبله ده 254، زودت عليه الخانة الأولانية اللي هي خانة الآحاد، فده هيبقى كام؟ هيبقى 255. عايزك تحفظ زي اسمك إن 8 وحايد ب 255، وإن 4 وحايد 4 أصفار ب 240. سوري، تمام كده؟ طيب لو أنا قللت بقى، خد بالك أنا كده كنت بزود كده هنا عدد الوحايد، لو أنا قللت يعني قلت لك 3 وحايد وخمس اصفار، خد بالك انا عارف ان لو كانوا اربع وحايد كان هيبقى 240، انا شلت ايه؟ شلت الخانه ديت. طب الخانه دي بكام؟ الخانه دي اللي هي ب 16، يبقى لو انا طرحت من ال 240 16 هيطلع 224. طب لو واحدين وست اصفار الرقم ده يطلع كام؟ والله واحدين يعني حضرتك مش واخد غير اول خانه وتاني خانه اللي هم كام؟ اللي هم 128 و64. لو جمعت 128 و64 يطلع لك 192. طيب لو واحد بس وسبعة اصفار، واحد وسبعة اصفار، واحد وسبعة اصفار، يبقى انت مش واخد غير الواحد اللي على الشمال ده اللي هو بال 128، يبقى ده يطلع 128. طب لو 8 اصفار، 8 اصفار ان شاء الله هتحط 100 صفر، اي اصفار او لو كانت اصفار على الشمال ملهاش لازم، يبقى يديني كام كده؟ ده يديني صفر برضه. الله يكرمك، دول كده حاول تتدرب عليهم، بالذات الرقم اللي هو الرقم اللي هو اللي في النص ده اللي هو 240، والرقم اللي هو 255 اللي هو 8 ايه؟ 8 وحايد. اما اقول لك 255 وانت مغمض تقول لي ده 8 وحايد، او لو قلت لك الثمن وحايد ده كام وانت مغمض تقول لي 255. انا كده علمتك ازاي لو اديتك رقم باينري تجيب قيمته بالديسم. طب لو العكس بقى، لو انا قلت لك اكتب لي ايه؟ اكتب لي 13 13 بس اكتبها لي بالباينري، زي كده لو قلت لك اكتب لي 13 بالصيني. طيب بالباينري 13، طب ما تيجي نحسبها. بص يا سيدي، مش دي الخانات بتاعتي؟ 13. سؤال، هل لو انا عايز اكتب رقم 13، نمسح كده، لو انا عايز اكتب رقم 13 هحتاج الخانه دي في حاجه؟ الخانه بتاعت ال 128؟ لا طبعا، دي اكبر بكتير، فهنا يبقى دي ملهاش لازمه، صفر على الشمال ودي صفر على الشمال ودي صفر على الشمال. محتاج الخانه بتاعت ال 16؟ لا، يبقى دي صفر على الشمال. طب انا محتاج 13، طب ال 13 ديت عباره عن 8، يبقى انا هحط واحد هنا، يبقى انا كده 8. طب لو حطيت كمان واحد هنا يبقى 8 و4 كام؟ يبقى 12. انا كده فاضل لي كام واكمل ال 13؟ واحد. يبقى هاجي في خانه الوحايد احط واحد، كده خلاص الاثنين انا مش محتاجها في حاجه، فيطلع ايه؟ يطلع 0 0 0 0، طبعا اصفار على الشمال ملهاش قيمه، 1 1 0 1، حضرتك الرقم ده هو هو ايه؟ 13. وقيس على كده بقى، يعني حضرتك قول لي اي رقم كده اكتبه لك، يعني مثلا مثلا حد كده يقول اي رقم عايز يتدرب عليه، مش شايف حتى 300، ماشي عايز تكتب 300، بس خلي بالك 300 هنحتاج خانة كمان، يعني احنا لو حطينا الثمان خانات دول بوحايد اللي هما، بص الثمانية وحايد، الثمانية وحايد ادانا 255، اذا لو انا عندي 8 خانات اكبر رقم ممكن اكتبه 255. طب انا لو عايز 300 يبقى انا محتاج بقى الخانه اللي بعدها. طب الخانه اللي بعدها كام؟ 2 اس 8. 2 اس 8 بكام؟ ب 256، مش احنا بنضرب في 2؟ يبقى انت دلوقتي عندك ايه؟ خانة الأحاد، الاتنينات، الأربعات، تمانيات، ستة عشرات، 32، 64، 128، 256. طب أنت عايز تكتب رقم 300، رقم 300 يبقى الخانة دي معانا ولا مش معانا؟ معانا.
طيب فاضل لي كام واكمل ال 300 كده؟ انا 256. لو خدت طبعا ال 128 اكيد مش معانا، ما انا لو خدت ال 128 يبقى هعدي ال 300. طب ال 64 برضه هعدي ال 300 مش معانا، يبقى ال 32 معانا ولا مش معانا؟ اه معانا. طيب ال 32 و56 يبقى كام؟ ادي ادي 80، يبقى كده 288 صح كده؟ صححوا لي بقى عشان لو انا ايه اتلخبطت ولا حاجه. يبقى 200 اهو، اجمع 256 و32 يبقى 288. 288 يتبقى لك كام على ال 300؟ يتبقى لك 12. ال 12 دول اللي هم كام؟ اللي هم ال 8 وال 4، 8 و4. طب والباقي؟ والباقي صفر. بص يطلع ايه؟ يطلع ال 300 ديت 1001011100. ده كده حضرتك رقم 300. ها اي حد يكتب اي رقم تاني؟ بس يعني مش هنحتاج ارقام اكتر من 255، يعني لو عايز تقولي رقم ادربك عليه خليك في الارقام اللي هي من 0 ل 255، يعني مثلا 90. 90. طب 90 ده عبارة عن ايه؟ تعالى نشوف ال 90. سيبك بقى من الخانة ديت عشان احنا ايه بنسبة كبيرة مش هنحتاجها في شغل الشبكات عندنا، ما يكفينا 8 خانات بس. طيب 90 يبقى ال 128 مش معانا، مش عايزينها، هتبقى زيرو. ال 64 معانا ولا مش معانا؟ اه ده 90 اكبر منها يبقى واحد. طب يتبقى كام كده عشان نكمل ال 90؟ هيتبقى ادي 6، يبقى 26 صح كده؟ طب ال 32 معانا؟ لا كده مش معانا. ال 16؟ اه لا ال 16 معانا. كده يتبقى لي 10. طب ال 10 دول عبارة عن كام؟ عبارة عن 8 و2 صح كده؟ يبقى 0 1 0 1 1 0 1 0 مظبوط كده زي ما ايه باشمهندس كتبها في الشات. تمام. طبعا في طرق كتير على فكره، في ناس بتقعد تاخد الرقم تقعد تقسمه على 2 ومش عارف ايه وقصه، في طرق كتيره انا بقول لك يعني اسهل الطرق من وجهه نظر، فيطلع الرقم ده 0 1 0 1 1 0 1 0. ده ال 90 حضرتك بس هنا بالنظام اللي انت متعود عليه من ابتدائي، وهنا بالنظام الباينري الجديد اللي هو اعتبره لغه اخرى انت لسه بتدرسها دلوقتي وبتتدرب عليه. طب احنا ليه بندرس النظام الباينري حضرتك؟ لان حضرتك هذا النظام هو اللي الكمبيوتر بيفهمه. بمعنى عارف لو انت فتحت الكالكوليتور في جهاز الكمبيوتر وكتبت فيه كالكوليتور عادي، كتبت فيه 300 زائد 90، انت تعرف ان انت بتكتبها 300، هو ما بيشوفهاش 300. امال هو بيشوفها ايه؟ بيشوفها كده. يعني انت من ناحيتك اسهل لك تكتبها بالنظام السهل اللي انت متعود عليه. طب والكالكوليتور بقى الراجل اللي برمجها بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم الديسيمال اللي انت كتبته تحوله هي الباينري. عارف لو ما كانش الراجل اللي برمج الكالكوليتور برمجها ان هي تحوله الباينري، كان المفترض حضرتك لما تيجي تكتب الرقم تكتبه انت بالباينري. طب بالله عليك انهي اسهل لك، تكتب 300 بالمنظر ده ولا بالشكل المكلكع ده؟ والله لا اسهل لك تكتبها كده. فعشان كده ايه في البرمجه بتاعت الكالكوليتور يقول لك لا يا عم اديني انت الرقم ديسيمال وانا هحوله لك الباينري. لازم تبقى فاهم ان الرقم بتاعك بمجرد ما تكتبه بيتحول اوتوماتيك عن طريق الكالكوليتور لايه؟ لباينري من غير ما انت تحس. طب احنا هنحتاج الكلام ده ايه؟ هنحتاجه لان في ارقام احنا هنكتبها، يعني مثلا هنحتاج ندي جهاز الرقم ده 255. حضرتك لازم تبقى عارف ان 255 ديت هي عبارة عن 8 وحدات. يعني انت بتكتبها 255 الكمبيوتر بيشوفها ايه؟ 8 وحدات. 240 انت بتكتبها 240 الكمبيوتر بيشوفها 4 وحدات، 4 ايه؟ اصفار. فانت لازم تبقى فاهم اصل الرقم ايه عشان ده هنحتاجه مع بعض زي ما هنشوف واحنا شغالين كده في الكورس بتاعنا. ده بالنسبه للنظام الباينري. في اي سؤال فيه؟ طيب خش بقى على ايه
على النظام الهيكسا، مش هنحتاجه قوي الهيكسا، ندي ايه، ندي نبذه عنه كده. النظام الهيكسا خلاص، انت تعرف ان انت ساعات في الانترفيوز يقول لك انا عايز اكتب 10، مركز معايا، 10 من النظام الثماني. يقول لي ثماني انت بتهرج، هو احنا خدنا نظام ثماني يا عم؟ احنا ما خدناش غير العاشري والثنائي والسادس عشر لسه هشرحه. لا، ما هو بقى بيشوفك فاهم ولا مش فاهم، هو بيخترع لك اي نظام. لو انت فاهم الاساس خلاص. ما هو بص، احنا عرفنا ايه؟ ان النظام العاشري بنشتغل بمضاعفات العشر، يبقى الثنائي مضاعفات الاثنين، طب الثماني هيبقى مضاعفات الثمانية، يعني هنا المفترض هتبقى دي ايه؟ خانة الاحاد. طب ودي هتبقى خانة ايه؟ التمانيات. طب ودي هتبقى خانة ايه؟ اضرب في اتنين، اضرب في تمانية، الـ64، وهكذا. طيب وهتبقى الرموز عندنا من كام لكام بقى؟ طالما نظام ثماني، احنا قلنا في النظام العشري 10 رموز، في النظام الثنائي يا 0 يا 1، طب في النظام الثماني هيبقى يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6 يا 7 اهو. يعني مش هتلاقي بقى رقم 8 في النظام الثماني، ولا 9 ولا 10 وهكذا. طب ساعتها بص، لو انا حطيت واحد هنا هيبقى ده واحد في خانة الايه؟ التمانيات. وحطيت واحد هنا، عارف الرقم ده كده كام؟ 8 زائد 1 عارف يطلع كام؟ 9. يعني التسعة في النظام الثنائي اتكتب كده، الثماني اتكتب كده 11. طب دي ايه خانة الايه؟ دي خانة الاحاد. طب ودي خانة ايه؟ خانة التمانية. 8 زائد 1 كام؟ 9. اي رقم بقى حضرتك عايز تعرف قيمته. طب لو كتبت 8 و2، 1 و2، 1 في خانة التمانية و2 في خانة الاحاد، يبقى 8 زائد كام كده؟ 8 زائد 2 صح كده؟ يطلع 10. يعني دي كده هي 10 بس مكتوبه بالنظام الايه؟ الثماني. اذا حضرتك لو فهمت البيزكس اللي انا قلتها، تقدر انت تخترع اي نظام عددي. ساعات بقى يقول لك تساعي، نظام سداسي، اي اختراعات بقى بيشوفك في الانترفيوز فاهم ولا مش فاهم. طب لو اتكلمنا على النظام السادس عشر بقى، خلاص بقى بديهيا ومنطقيا كده هتبقى ايه؟ مضاعفات ال 16، اضرب في 16. يبقى الخانة الأولانية خانة الأحاد، خلاص دي مفروغ منها. طب اضرب في 16 يبقى 16، اضرب 16 في 16 256. يبقى بص، هنا أحاد عشرات ميات، هنا أحاد اتنينات أربعات، هنا أحاد ستاشرات 256. طيب جميل. في النظام الباينري، نظام الباينري عندنا كام رمز؟ 2، والعشري 10 رموز. لا، في النظام السادس عشر حضرتك عندنا 15 رمز. ايه هما ال 15 رمز؟ حد بيسأل. الخانة الرابعة هتبقى 512. الخانة الرابعة في انهي نظام؟ باشمهندس، الرسم الخانات اللي كنت حضرتك حاططها تحت، كنت حاطط 1 8 16. اضرب بقى في 8، 16 في 8 شوف بقى، لو طلعت 512 يبقى صح. بتضرب في 8 تمام. طيب هنا بقى احياء 16 256. طب عارف بقى النظام السادس عشر هيبقى فيه كام رمز؟ هيبقى فيه 16 رمز. هو مش العشر فيه 10 رمز، والثنائي فيه رمزين، هنا فيه 16 رمز، اللي هم ايه بقى؟ اخدوا نفس الرموز بتاعه النظام العاشر، اللي هي من 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هي بس حضرتك احنا محتاجين انذر سيمبلز، انا محتاج رموز تانية، انا محتاج اكمل هنا 16 رمز. اخدوا ايه بقى؟ بعد التسعة حرف الايه، عارف الايه ده اللي هو يعادل ايه؟ يعادل العشرة. ايه ده؟ يعني لو قلت لك اكتب لي 10 10 بس بالهكسر، تقول لي هو حرف ايه؟ دايرك على طول، هو رمز، اخترعوا رمز يديك رقم 10 على طول. طب البي اللي هي 11، السي اللي هي 12، الدي اللي هي 13، الاي 14، الاف 15. خد بالك، عد كده من 1 ل 15 واحسب الزيرو معانا، كده خلصت الرموز. عشان كده
النظام السادس عشر قد تجد فيه رموز شبه الارقام بتاعتنا اللي هي من 0 ل 9، ودخلوا معاها حروف كمان. بس خد بالك الحرف هنا بقى مش مقصود بيه الليتر اللي هو حرف الاي او البي، لا هو يقصد ايه؟ اول ما تشوف الرمز ده رقم 10 11 12 13 14 15 وهكذا. اذا 15 تتكتب في الهكس ازاي؟ حرف اف على طول. تمام. طيب إيه لو انا كتبت لك الرقم ده؟ خد بالك الواحد هنا محطوطه في خانه الايه؟ الست شرط، وهنا زيرو في خانه الاحد. اذا الرقم ده كام؟ الرقم ده، الرقم اللي انت شايفه قدامك ده اللي انت متعود عليه ان هو 10، الرقم ده في الباينري يطلع 2، لان بص تاني خانه اللي هي ب2. طب والرقم ده في السادس عشر يطلع كام؟ يطلع 16، لان الخانه الثانيه خانه الايه؟ خانه الست شرط. خدت بالك؟ اذا في النظام السادس عشر انت شغال بمضاعفات ال 16، تضرب في 16، وعندك رموز جديده ما عدتش علينا قبل كده. طيب تعالى معلش ايه؟ تعالى نشوف ال 10 دي. عايزين نعمل مقارنه كده في الارقام من 0 ل 15 ما بين الثلاث انظمه اللي احنا درسناهم، 0 1 2 3. بص ركز معايا، لو انا عايز اكتب من 0 ل 15، طبعا من 0 ل 15 سهل جدا تكتبها اهي، انت متعود عليها من ابتدائي، من 0 ل 15. طيب بص لما كتبناها بقى بالهكسة، من 0 ل 9 مفيش اختلاف، لكن من اول ال 10 A B C D E F وهكذا. طيب لو انا عايز اكتبهم بالباينري بقى، بس معلش هكتبهم بالباينري في اربع خانات، الزيرو الزيرو لو هتحطه في اربع خانات هيبقى 4 صفار، ان شاء الله حتى تحط 100 صفر هيديك برضو زيرو. طب الواحد، الواحد يتكتب ازاي في الباينري؟ 0001، حطيت اهو 1 في خانه الاحد. طب الاثنين 0010، حطيت ايه؟ حطيت 1 في خانه الاثنينات. طب الثلاثه 0011، انا كده حطيت ايه؟ حطيت 1 في خانه الاثنينات وواحد في خانة الأحاد، يبقى 2 1 يديك 3. طب والأربعة 0100، حطيت 1 في خانة الأربعة. طب الخمسة، الخمسة هتبقى 0101. الستة هتبقى 0110. أبص حطيت 2 فين؟ في تاني وتالت خانة يديك 6. السبعة 0111. التمانية 1000. التسعة هتبقى 1001. احسب كده الارقام دي هتلاقي فعلا صح زي ما انا كده. طب ال10، ال10 بتتكتب 1010، 10 10. ال11 1011. ال12 1100. ال13 1101. ال14 1110. واخيرا ال15 هتبقى 1111. يبقى ده كده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للارقام من 0 ل 16 كتبناهم مره بالديسيمال بالطريقه اللي انت متعود عليها من ابتدائي، ومره بالهكسا، ومره بالباينري. فاكرين بقى، فاكرين الماك ادرس لما كنت شرحته لك زمان وقلت لك ان الرقم ده عباره عن 12 رقم، وكنت بقول لك ايه؟ هتلاقي من ضمن ال 12 رقم دول اما من 0 ل 9، او ممكن تلاقي حروف من ايه لاف. يعني كمثال 03 2 اف 3 سي 5 دي اي 6 7 دي، ادي 1 2 3 4 5 6. ايه رايك بقى ان الماك ادرس ده اللي احنا كنا بنكتبه زمان وانا كنت مخبي عليك ده عبارة عن رقم مكتوب بالهكسا، بدليل ان احنا لقينا من ضمن الحاجات اللي انكلودد فيه حروف، بس حروف من ايه لايه؟ من ايه لاف فقط. طب انت تعرف بقى ان انت بتكتبه بالهكسا كده
بس الكمبيوتر بيترجمه الباينري. عارف الكمبيوتر بيعمل ايه؟ بياخد كل خانة، كل خانة من اللي انت كتبتها يحولها الباينري. عارف بياخد الزيرو، بص الزيرو هنا، الزيرو هنا كام؟ 4 أصفار. يبقى بياخد الزيرو يترجمه ل4 أصفار. طب والتلاتة، التلاتة هنا كام؟ 0011. التلاتة بيترجمها ل0011. طب والاتنين هيترجمها لكام؟ ل0010. طب والاف هيترجمها لايه؟ الاف هيترجمها اهي، الاف تحت اهي، ل4 وحايد. وقيس على كده بقى، خد بالك لو كل رقم من ال 12 رقم اتفك باينري ل4 خانات يطلع توتال، لما نفك ال 12 رقم يطلع الماك ادرس بالباينري كام بيت؟ ها انت عندك 12، كل رقم هيتفك ل4 يطلع 48 بيتس. طب بالله عليك، كنت انت تتعامل مع الرقم ده اللي هو الماك بالباينري 48 بيت؟ يعني تيجي مثلا تقرا ماك جهاز تلاقيه 48 صفر وواحد جنب بعض، ده كده اسهل ولا تتعامل معاه بالهكسة اسهل؟ اكيد بالهكسة اسهل، بالهكسة هيبقى 12 رقم تعرف تتعامل معاه. لو انا قلت لك مثلا مليني الماك بتاع جهازك، سهل جدا تملهوني لو هتملهوني بالهكسة، لكن لو هتملهوني باينري وتقعد تمليني صفر واحد صفر مش عارف ايه لحد 48 خانة، يا نهار ابيض ده انا مش هخلص، ده انت ممكن تغلط كمان بتمليني وانت بتمليني ويطلع عينيا واكتب الماك غلط وهكذا. فاذا الماك ادرس حقيقته ايه بقى؟ هو رقم مكتوب بالهكسة، لكن هو في الاصل عبارة عن 48 خانة بس بانهي نظام؟ بالباينري، بيتم تحويل كل 4 خانات لهكسة، وبالتالي صفصفه في الاخر على 12 رقم ارقام وحروف من ال اف. انا كده خدت اللي يهمني من الهكسة. لو حد عنده اي سؤال يتفضل، لو مفيش هنخش بقى على layer 3.